نشرح اليوم قصيدة إرادة الحياة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. ولن أتخوف عور الشعاب ولا قبة اللهب المستعر، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. شيل لي هالطبشورة من إيدك وركز معنا. بشو ساري؟ عم نشرح القصيدة، وين عقلك؟ حلو مو؟ يسلموا هالإيدين بجنن. مر علي يوم الخميس بكون جاهز. يلا بخاطرك يعني. بخاطرك حبيبتي. انت ليه بتخاف من رغباتك؟ لازم تقبلها حتى تبط الولد وتصير رجال. شو عم تعمل بهالوقت بالبيت؟ توقعتك تكون بالمدرسة. أنا ما عاد بدي روح على المدرسة. عن جد عم بحكي. وشو بدك تقعد تعمل؟ بدي أقعد فكر فيكي. بشو بدك تفكر؟ يعني ما بعرف بشو بالتحديد، بس فيكي. وأنا كمان بفكر فيكي. كل ليلة وكل يوم بفكر فيك، وأنا لوحدي على التخت بفكر فيك، بفكر فيك كثير. ألو؟ ألو؟ ربيع ربيع، أنا مايا، ليه مش جيت مع أمك على بيروت؟ ألو؟ ألو؟ بقول لحالي إمتى؟ إمتى حتصير رجال وتبطل تستحي؟ وانت اللي تجي لعندي وتقلي انا جاهز، انا جاهز يا تهانس الرجال. لك الو الو الو